يا اهلا بحضراتكم، يا اهل الكلام المحترم. النهارده حلقه بقى للناس اللي بتحب الكوره وبتحب كره القدم زي حالاتي كده. النهارده هنتكلم عن كتاب ممتع عن كره القدم، وهو كتاب كره القدم بين الشمس والظل، كتبه الاديب العالمي ادواردو جالينو. متعه الكتاب ده انه مكتوب بلغه ادبيه بسيطه، بيربط الحياة بكرة القدم وبيقدم التاريخ في قالب ساخر جميل. من بعض حكايات الكتاب ده بيقول المؤلف ان كرة الصينيين مثلا كانت مصنوعة من الجلد، وكرة المصريين القدماء في زمن الفراعنة صنعوها من القش او من قشور الحبوب ولفوها في أقمشة ملونة. أما الأوروبيين في العصور الوسطى فكانوا بيتنازعوا بينهم بكرة بيضاوية مملوءة بشعر أعراف الخيول. وبيقول إن من 5000 سنة كان البهلوانات الصينيون يرقصون كرة القدم بأقدامهم، وإن أول ألعاب الكرة اتنظمت في الصين. كان المرمى في الوسط مش زي ما موجود دلوقتي، وكانت اللعبة إن اللعيبة شغلهم إن الكرة ما تلمسش الأرض وما يلمسوهاش بإيديهم. دي كانت كرة القدم في العصر ده. وبيقول كمان إن الإمبراطور يوليوس قيصر كان لعيب كرة جامد قوي، وكان بيتقن استخدام رجلين الاتنين في لعب الكرة، وإن نيرون ما كانش ماهر في اللعب، وإن على أقدام الرومان القدماء وصلت كرة القدم للجزر البريطانية. وبعد قرون من ده، وتحديدا سنة 1314، ختم الملك إدوارد الثاني بختمه وثيقة ملكية تدين هذه اللعبة. وخلونا نكمل كلامنا بعد الفاصل. في الكتاب هتلاقي كمان الأدب العالمي حاضر في تاريخ كرة القدم. وبيقول الكاتب إن شكسبير لجأ في مسرحيته كوميديا الأخطاء إلى كرة القدم علشان يصيغ شكوى إحدى شخصياته. وفي إيطاليا كانت كرة القدم وما زالت بتتسمى بالكالتشو. وليوناردو دافنشي كان مشجع قوي جدا لكرة القدم، وميكافيلي اللي عنده مدارس في في في, في السياسة كان لاعب محترف جدا ومهاري للغاية. وقتها كانت اللعبة الفرق بتشارك ب 27 لاعب متوزعين على 3 خطوط، وكان ممكن ان هم يستخدموا ايديهم ورجليهم في لعب الكرة. ومش بس كده، كان كمان بيستخدموها في ضرب الخصوم زي ما بقولك كده بالظبط. سنة 1872 ظهر الحكم، وكان اللعيبة لحد الوقت ده هما اللي بيحكموا قبل ما يظهر الحكم، يعني زي ايه صاحب الكرة كده، يعني في الأعراف الشعبية. سنة 1880 كان الحكم بيوجه المباراة بإطلاق صرخات من خارج الملعب. سنة 1891 دخل الحكم لأول مرة الملعب وفي إيده الصفارة. أقرت أول ضرب الجزاء في التاريخ لما خطأ حكم 12 خطوة بيحدد من خلالها نقطة توجيه الضربة. وحكاية إقرار ضربة الجزاء في الكورة ده كان نتاج حملة صحفية في الصحافة الإنجليزية قوية جدا، بهدف توفير الحماية للاعبين عند ساحة المرمى. للدرجة دي؟ أيوة، لأن ساحة المرمى دي كانت ساحة لمجازر دامية، وتحديدا مجلة ويستمنستر جازيت نشرت قائمة مرعبة بأسامي اللعيبة اللي قضوا نحبهم أو تكسرت عظامهم
قدام ساحة المرمى. بيختم جاليانو كتابه بيقول: عندما مات القرن التاسع عشر انتهى معه الاحتكار البريطاني لكرة القدم، وسنة 1904 ولد الفيفا ليحكم اللعبة في العالم. خلص كلامنا عن كتاب كرة القدم بين الشمس والظل، لكن الكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 ساين.